عمري ما بقلب مدروم، عمري بجد، كل يوم كل يوم في حياتي هو يوم دراما. معاكي عدد من الكروت، اوكي، اسحبي الكارت والاسئله اللي هتظهر لك في الكارت هتجاوبي عليها. اوكي، صاحبك هيعمل اول فيلم وطالبك معاه، وفي نفس الوقت معروض عليك فيلم مهم، في نفس الوقت لا هروح الفيلم المهم، انا اصدقائي اكيد هيتفهموا حاجه زي كده يعني. مطلوب منك ترشح حد لدور، وصاحبك عايز شغل بس مش هيعمل الدور حلو. لا مش هقدر، مش هقدر طبعا يعني، لو هو مش هينفع. بعد مسرحيه لصاحبك بيسالك عن رايك وهو مثل وحش، يبقى احسن ان انا اقول الصراحه وبكل صدق، لانه في الاخر بالذات في الصداقه لازم يبقى فيه نوع عالي قوي من الصراحه. صاحبك مرشحك لدور معاه بس اسمه قبل اسمك وانت اقدم، لا ما بتفرقش مع الحاجات دي خالص. دور في فيلم عالمي بس لو قدمت هتنافس صاحبك؟ لا عادي، اصل احنا اصحابي كتير قوي في المجال وبننافس بعض، وبالعكس يعني المنافسه الحلوه دي بتبقى صحيه وبتشجع، اصلا بنشجع بعض. ايه ده معناه ايه؟ ده ايه؟ كارت الشرير، هطلب منك حاجه وهتنفذيها، اخر سيلفي اتصورتيها هتفرجها لنا. حصل ولا ما حصلش؟ اتحطيت في الفريند زون كتير بصراحه، حصل. راحت عليك نومه وضيعت ميعاد مهم، ضيعت لا يعني، بس في اللي هو صحيت متاخر، اتعكست في الشارع، بس مش معاكسه، تتحرش. مثلت ان الشبكه وحشه عشان تقفل المكالمه، لا انا من النوع اللي هو لو عايزه اقفل بقول ان انا عايزه اقفل. دور وندمت عليه، طبعا. رفضت تتصور مع معجب؟ لا عمري ما رفضت، بس لو مثلا لو انا باكل او حاجه اللي هو بس بخلص، هخلص اكل واجي بس. زوغت من المدرسه؟ بس بعد ما عملت كده قلت لاهلي بصراحه. المود، اكله بتعدل مودك؟ انا بحب اي حاجه اللي هو اللي هو الحاجه التقليديه بتاعت اللي هو رز وخضار وفراخ، رز وملوخيه، رز وبسله، اللي هو رز وحاجه يعني، ده بيحسسني كده بالدفء. مزاجك اغلب الوقت متقلب جدا. مطربك المفضل السواقه الطويله؟ انا بحب كايروكي بصراحه، حاجه بتنكد عليك في ثانيه لما حد يبوظ مفاجأة، يعني مثلا احنا عاملين مفاجأة لحد وحد يبوظها. عادتك ولا هتشتريها؟ اوكي. كدبة بيضة دايما بتقولها؟ انا مش جعانة. مش جعانة. شخص بتكلمه كل يوم؟ امي واختي. حاجة بتشتري منها كميات؟ مية. نوعية حسابات بتعمل لها فولو؟ مؤخرا بقيت ببص على حاجات علمية بقى. غلطة او عيب كل اصحابك بيحذروك منه؟ كل حد يعني حواليا بقى، اي حد بقى بيجي بقى طيب شرير كده بحتوي عادي. لون بتلبسه كتير؟ اسود. كلمة لازمة عندك؟ بقول يعني كتير قوي. مسلسل او فيلم بتشوفه وانت متضايق بيضحك الصورة تطلع حلوة وكده؟ رضا. عادة انت مشهور بيها؟ مواعيدي مظبوطة وكلمتي قدها. موبايلك دايما معايا للأسف. اقرب دور لعبته لشخصيتك الحقيقية؟ كل الادوار اللي لعبتها كانت فيها جزء من الحاجة بتاعتي، بس مفيش حاجة اللي هو شبهي قوي. دور كان نفسك تغير نهايته؟ ليلة اتنين كان نفسي ان هي ترجع مع جوزها وبنتها وخلاص بقى، وتبقى نهاية سعيدة بالنسبة لي. شخصية تعبت نفسيا بسببها؟ نادية في فيلم المقابلة، فيلم قصير، ده كان متعب نفسيا جدا بصراحة. دور في بداياتك محدش يعرف انك عملته؟ في فيلم كده اسمه ماي دوم، كان فيلم قصير، ده كان اول حاجه خالص امسي فيها في حياتي. اول يعني وقت الاوديشن كان الشخصيه عندها 7 جمل، وبعدين في التصوير بقوا 3 جمل، وبعدين بعد التصوير اتشلت من الفيلم خالص. دور عمرك ما تلعبه؟ لا انا عايزه العب كل حاجه. اكتر دور خفت منه؟ خفت قوي من دور ريفو عشان الاختلاف في الاعمار برضو، يعني قلقت ان هو ما يتصدقش. مشهد كان صعب على اهلك وهما بيتابعوه؟ في 7 جار، لما كانت هبه بتتكلم عن خطيبها اللي سابها، وان هو سابها بمسج وكده، وكانت بتتكلم اللي هو كان نفسها ابوها يعني يبقى موجود وكده، فانا ابويا تعب جدا وقال لي ان هو يعني تاثر قوي وكده. دور ما توقعتلوش النجاح اللي نجحه؟ 7 جار، ما كنتش متخيله بصراحه خالص الموضوع هيحصل كده يعني، كنا عادي يعني. عمل كان وش السعاده عليك؟ الف مبروك طبعا مع استاذ احمد حلمي واستاذ احمد جلال. نصيحه من فنان؟ في حد نصحني كتير قوي وهي ستايلست مي جلال،
كانت هي ستايلست فيلم الف مبروك، وكانت اكتر حد يعني ساعدني في الاول ان هي توعيني كده باللي بيحصل، انا كنت مش فاهمه اي حاجه، فشكرا مي قوي. اصعب موقف في الكواليس التعب الجسماني في وسط ما انتي المفروض تبقي اللي هو انا مثلا دلوقتي لازم ابقى في المشهد ده مبسوطه وفريش وكده، وانا اصلا مش تمام. اطول عدد ساعات تصوير مره قعدت اصور 4 ايام ورا بعض، يعني اللي هو كان فيه 2 يونتس، انا بروح اليونت الاولانيه بخلص بروح اليونت الثانيه بعدين بروح كده، فده اللي هو كان ورا بعض. اطول اوردر واحد كان لا حاجه 26 ساعه حاجات كده. شكرا يا سيرا، ثانك يو، انبسطتي معانا جدا الحمد لله. شكرا.